السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي باستقرار في حالة الطقس على المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية رغم ذلك سحب ستنتشر خلال الأمسية ستزداد كثافة على الواجهة الغربية حتى على شمال الصحراء مع هبوب رياح قوية على الهضاب العليا الغربية قد تصل 50 كيلومتر في الساعة. خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد درجة واحدة فقط على الصيف 13 درجة على العاصمة 8 درجة على بشار 12 درجة على كل من ناتين دوف أدرار إن صالح كذلك ولاية جانت 18 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى في استقرار تتراوح ما بين 22 إلى غير 24 درجة على الواجهة الساحلية 14 درجة على الجلفة المشرية نعامة والبيض 19 درجة على بسكرة المغير وتوغورت 33 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية لكن معتدلة على السواحل الغربية. خلال يوم الثلاثاء ان شاء الله امطار على شكل زخات ستخص المناطق الساحليه الوسطى مع سحب ستنتشر تقريبا على جول المناطق الشماليه امطار كذلك على منطقه تندوف شمال الصحراء ستسدد غزاره على شكل زخات رعديه خلال امسيه على منطقه ألوحات أما خلال يوم الأربعاء الأمطار ستلتحق على الواجهة الشرقية بعض الأمطار كذلك على المناطق الوسطى سحب ستنتشر على المرتفعات والهضاب وأجواء مستقرة على الجنوب أما خلال يوم الخميس ضمن تيارات غربية جنوبية غربية سحب ستنتشر من منطقة تيندوف نحو الصحراء الوسطى مع بعض الأمطار الأمطار ستلتحق خلال أمسية على الهضاب العليا الغربية والوسطى هبوب رياح قوية قد تصل غاية 50 كيلومتر في الساعة وهذا على الهضاب العليا الغربية السحب ستنتشر على السواحل درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع خاصة على السواحل وقت غروب الشمس ليوم الغد الاثنين على مستوى العاصمة سيكون بحول في تمام الخامسة وثلاثين دقيقة أشكركم على المتابعة